سيارة جميلة على أحدث الطراز فهذا أمر ممكن، وأن تكون لديك طائرتك الصغيرة إن كنت من هواة التحليق فهذا أمر يمكن حدوثه. ولكن ما هي فرص أن تمتلك قاربا فاخرا أو يختا فارها أو حتى بيتا عائما؟ هنا في دبي كل شيء ممكن. في هذا الشهر من كل عام تكون دبي على موعد مع معرض دولي للقوارب، تتباهى فيه الشركات المصنعة للقوارب بأحدث ما لديها. ولا عجب، فقطاع الملاحة في الخليج شهد نموا بأكثر من 10%، وفي الإمارات وحدها ارتفعت صادرات القوارب الإيطالية ب 27% إلى أكثر من 22 مليون دولار مقارنة مع السنوات السابقة، وذلك في ظل المشاريع الضخمة التي تشيد على الواجهة البحرية وارتفاع الطلب على امتلاك قوارب الصيد والرفاهية أيضا. مبيعاتنا الحمد لله زادت كثير عن الأعوام الماضية. الناس اللي عم تحكي عم تتفق معنا على السنوات القادمة. يعني سابقا كان السوق القوارب مقتصر على الناس اللي بيحبوا البحر، هواة البحر. اليوم لا، كل شخص عايش بدبي وبأبو ظبي وبالشارقة على الواجهة البحرية عم يفكر انه يقتني قارب، عم يدور على مدرسة تعلمه عن القوارب، عم يدور على بنك يمول له. ولمن يمتلك فائدا من المال لشراء الرفاهية وكماليتها يستطيع أيضا امتلاك منزل الأحلام عائما على صفحة الماء ومبتعدا عن زحام المدينة. التكلفة في قارب من هالنوع والمنزل العائم هي ما تشكل أكثر عن 50% من يخت بنفس الحجم. وفي معرض دبي العالمي للقوارب انتهزت شركة نخيل الإماراتية الفرصة للإعلان عن نيتها تطوير 51,000 مرسى لاستيعاب هذا الإقبال على اقتناء القوارب، كما انتهز المستثمرون في قطاع الملاحة أيضا الفرصة لعقد الصفقات مع مصنعين وشركات عالمية أخرى. تيجينا مثلا شركات سياحية هي مختصة في البحار، وما ذلك تيجي عندنا نحن في قارب من هالنوع وتكون فكرة لاستخدام قارب من هالنوع في أمور السياحة والإيجار اللي هو مثل ما تقولين الفندقي وما إلى ذلك. ويبقى أن نشير إلى أن قطاع الملاحة وما يتعلق به من تصنيع ومواد ومعدات أصبح قطاعا مستقلا يدخل في الميزان الاقتصادي لأي دولة، بل ويعكس المستوى المعيشي لأفرادها. سماح السيد، العربية.